السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا عارفين ان في امر تراجع اللي هو كنترول زد، بتراجع عن اخر حاجة عملتها وعكسها كنترول واي. طيب لو انا عملت كذا حاجة لكن اثناء ما انا شغال في امر ديليت مثلا عملته، فانا مش عايز اتراجع عن بقية الاوامر بس عايز اتراجع بس عن امر ديليت. طيب اعمل الموضوع ده ازاي؟ انت لما تيجي هنا ولو دوست على السهم دوت هتلاقي نفسك بترجع عن واحد واحد، ما ينفعش تقول له انا عايز اريز بس. طيب هنا بقى تكتب امر اسمه اوبس، اوبس او او بي اس، هتلاقي نفسك اترجعت عن امر ديليت بس. لو في امر ديليت بس هو ده اللي ترجع عنه. يعني لو انا مثلا عملت الدول ديليت وبعد كده عملت ده ديليت ورسمت اي حاجه وبعد كده قلت له اوبس، هلاقي اتراجع عن الديليت بس، هو بتنفذ في اخر واحده ديليت اتعملت. يعني ما ينفعش ان انا اكرر اكتر مره، هي بس اخر مره عملت فيها ديليت بتبقى مسجله في اوبس.